صحيه، يبقى مع كده دخلنا في نمط التخبط والاستهانه بارواح المواطنين. لو كان دكتور بيتكلم اجراءات دكتور مصطفى دكتور مصطفى اؤكد كلامك، في الخبر المنشور يوم 29 ابريل، نقابه الاطباء المصريين ارسلت خطابا الى وزاره الصحه، فهناك جهود الكاشف السريع اللي هو رابيد تيست فيما يخص الاطقم الطبيه باعتباره غير حاسم وليس له جدوى ولا بد من الاعتماد على البي سي ار. تفضل حضرتك كمل. ايوه فندم، دي اللي عايز اتكلم فيها دكتور. طبعا في الخبر اللي برضه اليوم في الصحف لما يوضح نوعيه الاختبار، يعني وزاره الصحه ايوه كانت بتتكلم كلام علمي، قالت عملنا 90,000 بي سي ار وعملنا 200,000 رابيد تيست للقشف السريع، ده كان يوم 10 ايام. النهارده الدكتور عوض تاج الدين المستشار الرئاسي للصحه ما قالش، ما وضحش، هو قال نوع من الخلط، قال عملنا مليون. لو كان يقصد الكشف السريع يبقى دي كارثه صحيه، دي استهانه بارواح المواطنين. لو كان بيتكلم عن البي سي ار اقول له لا انت كلامك غلط، ارقامك غير دقيقه، ارجع للصحه هات لنا الارقام الصحيحه. دكتور مصطفى أرجو أن تبقى معي. بعدما يزيدت قليلا على شهر منذ فرضت مصر إجراءات صارمة لاحتواء الفيروس تدفع العادات الاجتماعية والضغوط الاقتصادية الناس للخروج إلى الشوارع، حتى مع الاستمرار في زيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، حيث احتشد في قلب العاصمة المصرية القاهرة متسوقون بمحلات الحلويات والبقالة لتخزين احتياجاتهم لوجبة الإفطار خلال شهر رمضان، غير عابئين بالمخاوف المتعلقة بالفيروس القاتل. لا بص حضرتك، هي دي يعني هي دي عادة سنوية عندنا كلنا، فأنا في كل سنة بننزل بنجيب الحاجات ديت. طبعا ده الترش، طبعا ده عادة يعني في رمضان، والكنافة والقطايف. وبالنسبة لموضوع الكورونا، هو الواحد بيحرص عينهم بس ده برضو ما يمنعش ان هو يعني هيحرمنا من ان احنا نجيب الحاجات بتاعه كل سنه اللي احنا متعودين عليها او الشعب المصري كله متعود عليها. ده من ضمن الثلاثه؟ اه. توصلناش بص دي كمان. شغلي يعني يعتبر زي ما هو، مفيش اي تغيير فيه. التغيير الوحيد فيه بس ان الوقت بقى ضيق. يعني احنا كل سنه كنا بنبقى شغالين 24 ساعه، في اليومين الحظر دول بنفتح بقى الساعه 7 وبنقفل الساعه 5، ده قانون يعني مفيهوش اي كلام. لا زمان مش خايفه، عشان كان اول رمضان كان زحمه، فكنا بنعملين نفرقهم عن بعضهم ونوزعهم. الناس مش متدركه يعني كورونا دي يعني وبتاع وكده، فكنت واقف انا عمال ابعدهم عن بعضهم على اساس ما يحصلش يبقوا لازق في بعضهم كده غلط. دكتور مصطفى، أنقل لك هذا المشهد وأنقل لك ما يحدث حتى الآن في مصر. يعني عندما تقلل المساحة المتاحة للشعب المصري إلى 10 ساعات، يعني ماذا يحدث؟ بدون أن تغير أي شيء في نشاط الناس، مثلما قال الناس لم يتغير شيء غير تضييق الوقت. هل هذه الإجراءات مناسبة للسيطرة على فيروس كورونا؟ الحقيقة ده ينقلنا للنقطة الخطيرة جدا اللي تناولها كلام رئيس الوزراء اليوم، بيقول احنا عملنا اللي علينا وانا بستنى المصريين يستجيبوا ويسمعوا الكلام. هو يا فندم ايه اللي الحكومة عملته؟ هو ايه لما يعمل حظر ليلي والناس نايمة؟ ما اصلا في الناس اصلا بالليل قاعدة، وبعدين هو كمان فات بهو رمضان، زود الساعات، زود ساعة لإحراج الناس. حوالي 5 ايام بيقول احنا دخلنا مرحله التعايش مع كورونا. يا فندم كلمه تعايش مع كورونا دي يعني عيشوا حياتكم، ونفس الكلام قاله النهارده رئيس الوزراء ثاني ايضا عيشوا حياتكم. يبقى اذا الموضوع كله الناس بياخدوا الجو الرسمي وبينفذوا على اساسه. لكن اسمح لي اقول نقطه ثانيه في منتهى الخطوره. الحقيقه جت في مجلس النواب من 3 ايام مساعد وزيره الصحه لشؤون الوقايه قال
ان الوزاره بتتابع حاليا 900,000 مخالط يوميا عشان تتابع الحاله الصحيه بتاعتهم. يا فندم لما يكون الرقم الرسمي للصحه في البرلمان 900,000 مخالط، يبقى عندنا كم عدد المصابين؟ لو قلنا المصاب هيكون له مثلا كم، 10 مخالطين 20 مخالط، يبقى يا فندم معنى كده ان الكلام ده عندنا في مصر لا يقل عن 90,000 مريض حاليا. يا فندم ده كلام الوزاره بالارقام، يا فندم كل رقم بيتقال له دلالاته. لما مساعد الوزير يقول 900,000 مخالط موجودين، يبقى على الاقل 90,000 مصاب، ده قولا واحدا. يبقى هنا بالتالي عندنا نوع من التغبيش في الارقام، سواء من مساعد الرئاسه او من مساعد الوزيره او من كلام رئيس الوزراء. لما من الاخر نقول احنا عملنا اللي علينا واللوم بقى على الشعب ياخدوا اجراءات اعتراضيه. حاجه ثانيه قال رئيس الوزراء اليوم، بيقول انه بيطلب من الناس يلبسوا الكمامات، في حين وزيره الصحه نفسها قالت الكمامات مالهاش لازمه. طب ازاي يا الناس يسمعوا كلام مين؟ كلام رئيس الوزراء ولا كلام الوزيره؟ هي ده يا فندم ده التناقض. شكرا. لما يقولوا عايزين نعمل تباعد للناس في المحلات، وامس كان في امس جنازه احد المقرئين ربنا يرحمه، مقرئ قران مشهور، الاف الجنازه بتاعته الاعلام كله بيذيعها، ما هي يا فندم الناس بتاخد اللقطه من الاعلام، هي دي الفكره كلها. هو لو يحكم نفسه كان قبلها جنازه شهداء سيدنا الله يرحمه برضه كان فيها الاف بتاعت القيادة العسكريه، دي الفكره، الناس عايزين لقطه قدامهم يعملوا زيها، ما يجيش يلوم الناس وكل الاجراءات اللي بتتم الاعلام خاطئه. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا لك الدكتور مصطفى جاويش وكيل وزارة الصحة سابقا، شكرا جزيلا. تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المقاطع المصورة التي ترصد استمرار معاناة عدد من العاملين المصريين العالقين بالخارج جراء أزمة كورونا، والذين ناشدوا السلطات المصرية التدخل من أجل إعادتهم إلى مصر. وتضمنت المقاطع أيضا غضب واستياء بعض المواطنين في مقرات العزل والحجر الصحي بمصر. نتابع. رسالة للمسؤولين في مصر من المملكة العربية السعودية. دلوقتي طبعا حضرتك الوضع بقى سيء جدا على العالقين والمقيمين، لأن طبعا الشغل واقف، وإحنا بقالنا أكتر من شهرين دلوقتي في السكن، أكتر من 60 يوم. هم عايشين على خيرنا، معلش احنا متمرمطين وقاعدين اهو في السكن ومش لاقيين شغل بقالنا 20 يوم، واللي قاعد شهر ومفيش شغل، وتيجي تنزلني تقعدني في فندق على قفاياني؟ انت البلاد هنا محترمه، الناس هنا شايلنا على دماغهم. انت بناء على ايه انت وزيره هجره؟ بناء اللي انت مش عارفه البلد الفلانيه، يعني البلد الفلانيه فيها كم مغترب؟ انا كل اللي عارفاه يا جماعه اللي احنا فيه دلوقتي يا جماعه في حوالي 10 مليون بره، ال 10 مليون دولار متوزعين على كل انحاء العالم، واحنا الحمد لله مصريين، مفيش حته في الدنيا اللي احنا موجودين فيها، بقول لكم الفلبين فيها مصريين. طب انا هقطع نفسي، طب انا هعمل لكم صفحه يا جماعه، هعمل لكم صفحه على الفيس على السوشيال ميديا، نشوف اقتراحاتكم، الواحد بقى يكلمها مراتي وابني والتاني مش عارف ايه، عملت ايه الست المحترمه؟ عملت بلوك للصفحه وللناس. نعم، وشكى مصريون من تردي اوضاع الحجر الصحي بالمدن الجامعيه ايضا. نتابع. واضي مخدر ما اللي بنامش هياكل ويقول لك حاجه صح. شوف التراب يا جدعان، الغرفه ما اتنضفتش بقالها اكتر من 50 سنه الوقت. لا حول ولا قوه الا بالله. ده مكان ادمي دوت هيقم من كورونا. شوف الحمامات حضرتك، شوف الحمامات، هذا الحمامات وفي مصر أيضا توقع وزير المالية المصري محمد معيط ارتفاع حجم الدين العام لمصر بنهاية العام المالي الجاري بنحو 44 مليار جنيه، أي ما يوازي 3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل أكثر من 6 تريليونات جنيه. وأشار معيط إلى أن هذه الزيادة سببها زيادة حجم الإنفاق مقابل تراجع الإيرادات نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا. عندنا برضو الدين بتاع أجهزة الدولة كنا متوقعين يكون في حدود 5 تريليون
75، لكن احتياجنا للإنفاق أكتر واحتياج برضو انخفاض الإيرادات أدت إلى أنه هناك زيادة هتحدث في حجم الدين ب 44 مليار أو ما يوازي 3% من الناتج المحلي الإجمالي. برضو إيراداتنا خلال الفترة دي تأثرت وحدث انخفاض في إيرادات الموازنة العامة للدولة بما يقترب من 75 مليار جنيه، منهم 65 مليار جنيه فقد في الحصيلة الضريبية. توقعاتنا أنه بدل ما كنا مستهدفين أن احنا ننتهي بعجز الشهر الجاي 7.2، أن يكون العجز لكل الموازنة العامة للدولة 7.9. أصدر المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية دراسة لمشروع الموازنة العامة للدولة المصرية للعام 2020-2021 ومدى مواجهتها للتداعيات الاقتصادية المتوقعة لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري. وقالت الدراسة قالت إن افتراض الموازنة الجديدة زيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 844 مليار جنيه بمعدل نمو يبلغ 4.5% هو افتراض شديد التفاؤل ويتجاهل الظروف العالمية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا. وأضافت الدراسة أن انسحاب أكثر من 10 مليارات دولار من الاستثمارات سيكون له تداعيات على مصادر النقد الأجنبي قد تتخطى قدرات البنك المركزي المصري في التحكم بسعر الصرف الذي بنى على أساسه مشروع أو بني على أساسه مشروع الموازنة الجديدة. وأكدت الدراسة أنه بعد نزوح الأموال الساخنة للخارج ستضطر مصر إلى المزيد من الاقتراض الخارجي. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الدكتور أحمد ذكر الله الخبير الاقتصادي، أرحب به. كما ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي، أرحب بهما. وأبدأ مع دكتور أحمد. دكتور أحمد، هذه الدراسة هل تؤكد شيئا أو تثبت أن الموازنة الجديدة للدولة ستضيف ربما مبالغ جديدة، اعتمادات جديدة فيما يخص التعليم والصحة؟ هل فعلا الديون أو الدين العام سيرتفع؟ يعني كيف قيمتم الموازنة الجديدة للدولة؟ تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. بالطبع الموازنة العامة للدولة أو المشروع البياني التمهيدي اللي موجود دلوقتي على صفحة وزارة المالية الرسمية، هذا المشروع للأسف لم يراعي الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وكالعادة تجاهل هذا المشروع أيضا الفئات المعوزة في مصر وانحاز بصيرة إلى الأغنياء على حساب الفقراء في الكثير من هذه البنود. وبالتالي هذه التقديرات التي بنت عليها وزارة المالية والتي تسمى بالمستهدفات للعام المالي الجديد كلها محل مراجعة وشكوك. ليس فقط النقطة اللي حضرتك تفضلت بها الآن وهي زيادة الناتج المحلي الإجمالي لأنه 6.8 تريليون بدل 6 تريليون، وبالتالي تحقيق معدل نمو حوالي 4.5% بدل 6.5% قبل جائحة كورونا. أعتقد أن معظم المواد التي جاءت في هذه الموازنة تحتاج إلى المراجعة، بل إن هناك مجموعة من الأخطاء الحسابية وأقصد الحسابية موجودة في الموازنة، وأدعو وزارة المالية لأنه من العيب في وجه وزارة المالية المصرية وخبرائها أن يحدث مثل هذه الأخطاء في الجمع والطرح وخلافه. الموازنة العامة في مصر الجديدة في الحقيقة لم تراعي جائحة كورونا ولم تراعي الفقراء. الموازنة العامة استهدفت تقليل دعم الكهرباء نهاية، يعني ما فيش دعم كهرباء هذا العام، خفض كبير جدا لدعم البترول، خفض كبير جدا لدعم السلع التموينية، بينما على الجهة الأخرى تزيد من المصروفات الأخرى الموجهة للجهات السيادية فيما يسمى بموازنة السطر الواحد، وللعام الثاني على التوالي حوالي 15 مليار جنيه. وهنا نعم. نلاحظ كيفية التفرقة في التعامل، كيف نقطر على فئات معينة عندما نزيد الأطباء، نزيد 2.5 مليار و700 جنيه للطبيب، وعندما نزيد هذه الفئات حوالي 15 مليار في العام الأول اللي هو العام المالي الحالي، والعام المالي الجديد أيضا 15 مليار أخرى. وعندما نريد أن نفرض رسوم ضريبية وخلافه، نفرض رسوم أيضا على المواطنين وليس على الأغنياء. ونرى أيضا كيف يتم الآن تداول أنه سيخصم 1% من أجور الموظفي الدولة ولم
يفرق هذا مشروع القانون بما بين اجور اقل من 2000 اللي هو الحد الادنى. نعم دكتور احمد ذكر الله، ارجو ان تبقى معي. تفضل. نعم ارجو ان تبقى معي دكتور احمد، انقل هذا الكلام للدكتور علاء عبد الحليم. دكتور علاء، يعني هل فعلا انه هذا البيان الموازنه الجديده قدر الدين الخارجي بمبلغ 873 مليار جنيه، وانه هذه الدراسه بتقول انه رقم خاطئ لانه الدين الخارجي بلغ 110 مليار دولار وبسعر صرف 16 جنيه في المتوسط، يعني انه الدين الخارجي في مصر هيساوي 1760 مليار جنيه، وبالتالي هناك مقاربه خاطئه في الموازنه. ايه رايك في هذا الكلام؟ اهلا وسهلا. في الحقيقه بس ان جائحه كورونا لم تنتهي والى الان لا نعرف متى ستنتهي، هل ستنتهي بعد اسابيع بعد شهور وتاثيرها ايه، وبالتالي كل الارقام ارقام تقديريه لان مش عارفين الامر يحتاج ان يكون في اغلاق تام للاقتصاد او معوده بعد رمضان، فبالتالي كلها ارقام تقديريه. لكن وزاره الماليه اول حاجه وضحت ان هيكون في انخفاض متوقع من نمو من 6.5 ل 4.5 نتيجه ده، وانا بظن مع ضيفك الكريم في اسطنبول ان ربما الامر سيكون اكثر من ذلك، لكن الامر مرتبط كلها امور تقديريه لان لسه الى الان لم نعرف ايه تاثيره ده، وان كان واضح ان تاثيره هيكون صعب على مصر في مرحله في جزء المرتبط بالايراد سواء بالنسبه لتحولات المصريين في الخارج او بالنسبه للسياحه، لكن ربما انه يكون قد يفتح باب امل بالنسبه للصادرات المصريه في الدول الافريقيه وفي مناطق قريبه من الشرق الاوسط. لكن النقطه الثانيه ان الحكومه في الحقيقه يعني ساعدت كثيرا بالنسبه للفئات الفقيره واعطت دعم بالنسبه لمن ليس لديهم دخل خلال الفتره دي، وكان في 100 مليار مخصصه للامر من خلال حزمة وسلة تشمل كثير من النواحي يعني. فبالتالي ما نقدرش نقول ان الحكومة الان هي ضد الفقير وهي مع الغني، وان الامر ده كأن ان الدكتور احمد يعني كانه بيتكلم عن ان هو يساري او شيوعي، يعني ان الامر لا، في الاخر هي جانحة الحكومة بتحاول قدر جهدها ان تخف. يعني دكتور علاء فرصة وانت معانا وذكرت ال 100 مليار، انا عاوز اذكر لك كلام الوزير المالية محمد معيط اليوم، يعني ذكر أنه 30 مليار تم صرفهم. لو حضرتك قرأت اليوم منهم 10 مليار للسياحة والطيران، و10 مليار للمقاولين، و5 مليار لوزارة التموين، و5 مليار إضافية للصحة. فين الناس الغلابة؟ فين الناس الغلابة يا دكتور علاء؟ فين الناس الغلابة من 100 مليار؟ هم أنت بتتكلم في ديسمبر ويناير وفبراير ومارس وإبريل والناس ما صرفتش حاجة على الغلابة، بتتكلم عن عماله غير منتظمه 1.5 مليون. يا سيد الفاضل، تم صرف جزء من الامر بالنسبه للغلابه من خلال تخصيص مبلغ لمن ليس لديه دخل يومي، ومن خلال توفير المستلزمات الصحيه، من خلال زياده بالنسبه للبدلات للاطقم الطبيه. فالامر من مرتبط ان دي الحزمه في الاخر، الحزمه بتكون بتصل للفقير بصفه غير مباشره، انت في الاخر لما تصرف للمقاولين الفلوس المتاخره والاموال المتاخره عليه، المقاول هيشتغل هيجيب هيدفع للعماله هيدفع للموردين، في الاخر الامر بيحتاج ان يكون في سيوله في المجتمع يعني. وبالتالي انت في عندك في مصر هنا في بعض الحمايه الاجتماعيه من خلال مشروع كرامه وكفاله، من خلال بعض المشاريع اللي بتقدم دعم سواء دعم في التموين او دعم في غيره، والامر يعني نستطيع ان نقول ان الامر ماشي بصوره معقوله، ليس هو الافضل في العالم لكن ماشي بصوره معقوله بالمناسبه بالنسبه للظروف المصريه. طيب دكتور علاء، ارجو ان تبقى معي، انقل الكلام للدكتور احمد ذكر الله. دكتور احمد، ارجو ان تعلق على هذه النقطه. الدكتور علاء بيتحدث انه الدولة المصرية، يعني نقلنا إلى التعامل مع جائحة كورونا بعيدا عن الموازنة العامة، هل فعلا الدولة المصرية وما قاله محمد معيط فيما يخص المئة مليار، هل فعلا الفقير حصل له نصيب أو حصل نصيبا من المئة مليار في ظل 10 مليار للطيران والسياحة و10 مليار للمقاولين و5 مليار لوزارة التموين و5 مليار للصحة؟ أين الفقراء مما قاله وزير المالية يا دكتور ذكر الله؟ يعني بعيدا عن الايديولوجيات واليساري واليميني، نحن امامنا ارقام موجوده على صفحه وزاره الماليه، الدكتور علاء يستطيع ان يدخل اليها ويحللها. لما نقول ان الدعم النقدي اللي الدكتور علاء تفضل به الان لمشروع تكافل وكرامه كان 18.5 مليار جنيه، اصبح 19، نصف مليار جنيه فقط. اين هي ال 100 مليار؟ ثانيا، عندما
نحذف دعم الكهرباء والوقود مباشرة في ظل هذه الجائحة والتأثيرات التي على عموم الناس، ونعرف أن الوقود سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النقل والمواصلات وبالتالي السلع والخدمات. أين هي المائة مليار؟ عندما يتوجه بالكتلة الأكبر من المائة مليار إلى دعم البورصة المصرية بالإضافة إلى إجبار البنك الأهلي وبنك مصر على دعم البورصة بثلاثة مليار وهم في حالة سيئة جدا من تراجع الأرباح خلال الأعوام الماضية بسبب السياسة النقدية الجائرة على البنوك الحكومية المصرية بالإضافة إلى نزوح الأموال الأجنبية والضغط عليها في النقد الأجنبي، أين هي المائة مليار؟ عندما أقول أن الحكومة أيضا متحيزة للمستثمرين على حساب البسطاء من الشعب المصري أتوجه ب ان هو هيتخصم من الجميع 1%. في ناس في مصر يا دكتور علاء وانت تعلم بتقبض 100,000 في الشهر و200,000 في الشهر و300 ونص مليون جنيه في الشهر واكثر من ذلك، وحضرتك تعرف، ويبقى عيب جدا لما ناخد من ابو 2000 جنيه مرتب 1% ونترك هؤلاء بدون حد اقصى للاجور. كان الاولى على الدوله ان تاخذ من اصحاب النصف مليون جنيه في الشهر مرتبات حكوميه وليست في القطاع الخاص، وان تعطي مثل هؤلاء. مثل هذه الامور التي كان يجب ان تراعي عليها. ايضا من الامور الواجبه الذكر هنا الحفاظ على سعر الصرف وتاكيد البنك المركزي او اصرار البنك المركزي على عدم نزول سعر الصرف. يعني ايه سعر الصرف لغايه دلوقتي ثابت ومع هذا النزوح الضخم؟ احنا خرج عندنا 8.5 مليار دولار من احتياط النقد الاجنبي، خرج ما يقارب ال 12 مليار دولار من اذون الخزانه، وكل هذا من السوق المحليه. يعني ايه الراجل يبقى جايب المليار شكرا دولار دكتور احمد ال 18 يجمعه الان من السوق بحوالي 15.5 ولا 15.60 قرش للدولار؟ هذه سياسه متحيزه للمستثمرين بجد بغض النظر عن الايديولوجيات. الدكتور احمد ذكر الله، قبل ان اختم معك، يعني ذكرت السعر الصرف الذي ذكرته الدولة للمحافظة على هذه الموازنة. يذكر أنه الاحتياطي النقد الأجنبي المصري تراجع إلى نحو 37 مليار في نهاية أبريل مقابل 40 مليار في مارس ليفقد 3.1 مليار، وكان الاحتياطي قد فقد 5.4 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي ليبلغ ما فقده في شهرين 8.5 مليار دولار. دكتور أحمد ذكر الله الخبير الاقتصادي، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، وأشكر أيضا الدكتور علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لكم معنا.